بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الطلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء الخامس والأخير من المحور الثالث، والذي بعنوان Keys and Cutters. هنا معانا نوعين من الكيز، الأولى تسمى Sand Key، والثانية بهذا الشكل تسمى Woodruff Keys. هنا مكان الكي يسمى Keyway. تستعمل الكي طبعا لمنع الدوران بين قطعتين. معانا قطعة جوا قطعة، هنا الشافت، هنا الهوزين. نضيف الكي عشان نمنع إيش؟ نمنع الروتيشن بهذا الشكل. هنا معانا المثال نفسه، لو أخذنا مقطع S بنضيف القطعة الثانية، طبعا هذا مكان الكي، الكي واي. أوكي، نركب القطعة الثانية، الكي واي على الهوزين. هنا معانا الكي side view and front view. أوكي، هذا مكان الكي، فهنا منعنا إيش؟ منعنا الدوران بين القطعتين، لكن still الترانزليشن موجود. فنعمل إيش؟ لابد أن نضيف fastening على اليمين using screw and washer حتى نمنع الحركة الخطية للقطعتين. فاستعملنا إيش؟ جمعنا الشافت مع الهوسينج مع الكي. هنا معانا مثال للكي واي by using milling. هنا horizontally milling، هنا vertically milling، حتى نتحصل على ما يسمى بمكان الكي اللي يسمى كي واي. هنا معانا الكوترز or sleeve and cutter. هذا يسمى كاتر، هذه القطعة تسمى كاتر حتى تمنع الدوران والحركة الخطية بين القطعة الأولى والقطعة الثانية. هنا معانا مثال ثاني لاستعمال الكاتر، تمام، حتى يمنع الحركة الخطية وحركة الدوران بين القطعة الأولى والقطعة الثانية. طبعا هنا معانا إيش؟ سايد فيو وتوب فيو. هنا إكزامبل ثالث، معانا ثلاث قطع هنا، القطعة الأولى، القطعة الثانية، والقطعة الثالثة. هذه القطعة الثالثة عفوا. استعملنا two cutters حتى نمنع إيش؟ حتى نمنع الحركة الخطية وحركة الدوران بين الثلاث قطع.